الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. يقول الإمام علي: الجبن عار، البخل عار، والجبن منقصة، والفقر يخرس الفطن عن حجته، والمقل غريب في بلدته. العلاقة مع المال من أخطر العلاقات التي لا بد أن نحددها وأن نكون على بينة من أمرنا فيها. فبالرغم من أن المال لا يمكن أن يؤكل مباشرة، فلا يسد جوعة الإنسان، ولا يمكن أن يشرب وأن يسد عطش الإنسان، ولا يمكن أن يلبس، ولا يمكن أن يسكن فيه، بالرغم من كل ذلك فإن حياة الناس ترتبط بالمال. والمال خطير باعتبار أن العلاقة معه إن كانت علاقة سليمة أدت إلى سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة معا، وإن كانت العلاقة غير سليمة أدت إلى شقاء الإنسان في الدنيا والآخرة معا. المال جمعا والمال صرفا، والمال عطاء والمال تخزينا. المال من أين تجمعه؟ في أين تصرفه؟ على من تصرفه؟ فيما تصرفه؟ كيف تصرفه؟ هي قضية مهمة جدا. وارتباط الإنسان بالمال ترتبط بصفاته الداخلية وفضائله ومناقبه، أي أن المال مال، وهو موجود دائما في كل مكان، سواء في صورة الدراهم الفضية والدنانير الذهبية سابقا، أو في صورة الأوراق النقدية اليوم. هذا المال موجود، إما يرتبط بك أو يرتبط بغيرك، لكن كيف أنت تتعامل وياه؟ كيف تحصل عليه وهو بالنتيجة في مكان ما موجود؟ في مطبعتين، هنالك مطبعتان في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، بالإضافة للمطابع في مناطق ثانية، هاي اللي تطبع الدولار الأمريكي 24 ساعة منذ 100 عام، 24 ساعة يطبعون الدولارات. فالدولارات موجودة إما في هذا البنك أو في ذلك البنك، أو في هذا الجيب أو في ذلك الجيب. الكلام حول كيف تحصل عليه، ولماذا تحصل عليه، وما الذي تريد منه، شنو علاقتك بالمال. هذه العلاقة في الحقيقة مهمة جدا، لأن الكثير من الناس يسقطون في امتحان المال. المال يظل امتحان، مثل ما وجود الإنسان امتحان، مثل شباب الإنسان امتحان، غنى الإنسان امتحان، فقر الإنسان امتحان. والمال لا يرتبط فقط
بحياة الأفراد، إنما يرتبط بحياة الأمم وحياة الشعوب. فكم من أمة سقطت لقلة المال، وكم من أمة نجحت لكثرة المال، وإلى آخره. المجتمع السليم هو المجتمع الذي يكون اقتصاده سليما، فإذا كان الاقتصاد مريضا فالمجتمع لا يمكن أن يكون سليما، لأن التقدم العلمي بحاجة إلى المال، لأن الأمن بحاجة إلى المال، لأن النظام التربوي بحاجة إلى المال، لأن النظام الاجتماعي بحاجة إلى المال، لأن العلاقات الزوجية بحاجة إلى المال. بالنتيجة هذا المال الذي لا يؤكل ولا يلبس ولا يسكن فيه، ولا يمكن أن تحوله بذاته إلى سلاح يدافع عنك، لكن يمكن أن يكون كل ذلك بشرط واحد، أن تصرفه. المال لا يؤكل، لكن تستطيع أن تصرفه فتشتري به طعاما فتأكل. المال لا يلبس، لكن يمكن أن تشتري به لباسا فتلبسه. يعني الشيء اللي يرتبط بحياتك في هذه الدنيا بطريقة أو بأخرى يرتبط بالمال. فالمال إذن وسيلة وليس هدفا، وأي شيء هو وسيلة إذا تحول إلى هدف فقد قيمته. أي شيء، يعني افترض الثلاجة هي وسيلة لتبريد الطعام، إذا الثلاجة متبرد يعني ما كانت وسيلة للشيء الذي أنت اشتريت الثلاجة إليه. السيارة وسيلة تنقل، فإذا صارت السيارة هدفا لذاتها مو لأنها وسيلة تنقل فقدت قيمتها. حتى وجود الإنسان وسيلة في هذه الحياة، لأن الحياة الدنيا وسيلة ومقدمة لغيرها، لكن بالذات المال وسيلة، ولذلك قيمته ليس في جمعه إنما في صرفه، لأنه ما تقدر تاكله، فإذا إذا تأكل بالمال لازم تصرفه حتى تحوله إلى طعام، حتى تحوله إلى مسكن، حتى تحوله إلى ملبس. المطلوب في المال أولا أن لا تكون كسولا في تحصيله. يعني بعض الناس يقول ما دام المال وساخة الدنيا، وفعلا وساخة الدنيا بالمعنيين، المعنى المادي أوسخ الأشياء هذه الأوراق النقدية التي بعيد الناس. شوف كم واحد هذا المال الذي يصل إليك ينتقل من كم يد، كم ميكروب فيه، كم بكتيريا ضارة، كم فيروس ربما يكون عامل انتقال، لكن هذا الشيء الوسخ من حيث الجانب المادي، والوسخ لأنه يخرب ضمير الإنسان أحياناً وإلى آخره، لكن هذا المال مطلوب أن تحصل عليه. نعم العون على الدين الغنى، كما يقول الحديث الشريف، أحدهم ترك المحل الذي كان يتاجر فيه وجاء عند الإمام الصادق سلام الله عليه حتى يتفرغ للدراسة. الإمام قال هذا وقت شغلك؟ قال لي أنا تركت الشغل. قال أغد إلى عزك، روح ارجع. كثير من أصحاب الأئمة سلام الله عليهم كانوا أصحاب مهن، فلان البزاز، فلان الصفار، فلان الحداد، فلان التمار، فعلا كان يبيع تمر، كان عنده محل يبيع عقمشة، كان نجار مثلا، لكن أيضا مقسم حياته إلى قسم يحصل على المال وقسم ثاني يحصل على العلم. فإذا في الدرجة الأولى، مع أن المال قد يكون سبباً لفساد الإنسان وفساد ضميره، وبدل أن يكسب به الجنة يشتري بالمال النار، مع ذلك المطلوب أن نحصل على المال على أقل التقادير، حتى تكون مستقل، حتى لا تحتاج إلى غيرك، حتى لا تمد يدك إلى غيرك، وأقل التقادير حتى لا تكون من الذين وصفهم الله كل على الناس. الله يضرب مثال في كتابه الكريم لعبدين، واحد من عندهم اللي يدينه ويدين تصرفه، وهو العبد الذي لا يأتي بخير،
كل على الناس، يعني الآخرين يشتغلون الآخرين يعملون، هذا جاي متطفل عليهم. في بعض الأشجار، هي أشجار طفيلية، هنالك شجرة باسقة تعطي ثمار، وهنالك بعض النباتات اللي هي طفيلية يسموها ويد، هذه تأخذ الأكسجين، تأخذ عناصر التربة، ولكنها تتسلق على غيرها من الأشجار، هي ما تعطي ثمار، هي لا تقوم على قائمة نفسها، هي غير مستقلة. بعض البشر أيضا هكذا، غير يخلي يشتغل من الصبح لليل، لكن أنا كل عليه، متطفل عليه. تقول أن كسب المال صعب، أقول نعم، لكن بمقدار صعوبة الكسب بنفس المقدار تحصل على نتيجة. لكن نحن لا نطالب بأن تصبح مليونير وأن جميع الناس أن يكسبوا الأموال بلا حساب، لكن نقول كل إنسان على الأقل بمقدار حاجته وحاجة عياله يكون عنده فرد مدخول بطريقة أو بأخرى. الآن في بعض البلاد حينما تريد أن تبني مسجدا يفرض عليك أن تفتح محلات ضمن المسجد حتى المسجد يكون مستقل، بالنتيجة المسجد فيه مصروفات، فلا بد أن يكون له مورد مالي، يريد الطاقة الكهربائية، الماء، أحيانا إصلاحات في المسجد، أحيانا الذي يشتغل في المسجد ويخدم المسجد، إمام المسجد إلى آخره. هذه سياسة جيدة إنصافا، أن المسجد يكون له مدخوله الخاص، حتى الذين يبنون المساجد لا يمدون دائما أيديهم إلى الآخرين. والوقف أساسا، هذه فلسفة الوقف هي الصرف على الأشياء العامة اللي لها منافع لجميع الناس. واحد عنده أموال زائدة فيوقف بستان، يوقف ملك، يوقف أرض للصرف على الموارد العامة اللي فيها مصلحة لجميع الناس. إذن المال له دور لا بديل عنه في المجتمع، في إدارة المجتمع، في إدارة العائلة، في إدارة الشخص نفسه، ما في بديل عنه. فلا بد أن يحسب كل إنسان حسابا للمال. يعني مثلا رب العالمين خلق هذا الخلق وخلق هذه الأرض، ومنذ أن خلق الأرض ما زاد في الأرض شيء ولا نقص فيها شيء. دائما في شيء يسموه بالإنجليزي ريسايكل، يعني هذا المطر اللي ينزل على هذه الأرض الجائعة العطشانة فتنمو الأشجار والنباتات، هذه المياه فيما بعد أيضا تروح إلى داخل البحر، ومن ثم بعد فترة ثانية نفس القضية. ما أكو شيء يزيد في هذه الأرض منذ أن خلقها الله، ولا نقص من الأرض شيئا. كذلك فيما يرتبط بالمال، هذا المال موجود لكن يتداول من يد إلى يد ومن مكان إلى مكان. نحتاج إلى أن نعرف قضية مهمة، وهي أن الله الذي خلقك أيضا خلق لك ما تحتاج إليه، خلق لك الطعام الذي تحتاج إليه، خلق لك البيت اللي الأرض اللي تسكن والمواد اللي تقدر تبني في البيت، ومن حقك أن يكون لك بيت. يعني كل من يعيش على هذه الأرض 7 مليارات من البشر من حق كل واحد منهم أن يكون له بيت، بل لو زاد هذا العدد من 7 مليارات إلى 700 مليار أيضا هذه الأرض قادرة على أن تحمل هذا العدد من الناس. كل إنسان له حصة مما خلق الله، وله حصة من المال، لأن المال يتحول إلى طعام، الله خالق له حصة من الطعام، وحصة من الماء، وحصة من الأرض، وحصة من الملابس، وحصة من المسكن، وحصة من زوجة، وحصة من زوج، وحصة من دور في هذه الحياة. بس أنت فتش عن حقك واستحصل حقك فيما يرتبط بالمال الذي تحوله إلى حاجات تقضي بها أمورك، أو المال الذي تصرفه على غيرك، ومن ثم تهدي الناس بطباعة الكتب، بتأسيس المدارس، بتأسيس المياتم، بتأسيس المساجد، بتأسيس الحسينيات، وإلى
آخره. لكن هذه القضية، قضية المال لها أبعاد، كل بعد لازم احنا نحسب حساب له. البعد الأول هو بعد أن تحصل على المال. تدرون احنا في القرآن الكريم شكت عندنا آيات حول المال، كثير عندنا آيات حول المال من مختلف الأبعاد، كسب المال، صرف المال، البخل بالمال، انفاق المال، صرف المال، آيات كثيرة في القرآن الكريم. مع أن الله عز وجل بعظمته وجلالته والنبي وهو خاتم الأنبياء يعني رب العالمين، كلام زايد مدى يقول له شيء مهم اللي يأتي بهذه الآيات المباركات في قضية المال. أكو ملاحظة قد لا نحتاج إلى من يقول لنا أحب المال، هذا مودع في داخل الإنسان، كما أن الرجل إذا بلغ لا يحتاج إلى من يقول له عندك شهوة جنسية، روح ابحث عن زوجة، هذا موجود فيه، الغريزة تكفيه. فيما يرتبط بالجانب الجنسي الغريزة تكفي، وفيما يرتبط بالمال أيضا غريزة الإنسان تكفي. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. الله زين، زين المال والبنون زينة الحياة الدنيا. يعني صحيح أن أحدا يأتي ويقول أنا زاهد في هذه الدنيا والمال أوساخ، حينئذ لا أبحث عنه ولا أستحصله، لا هذا مو صحيح. لأنه إذا رب العالمين قال زينة مو معناه شيء مو زين، قل من حرم زينة الله. إذا جمعنا ما بين هاتين الآيتين، آية زين للناس حب الشهوات وآية المال والبنون زينة الحياة الدنيا، بإضافة قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، الله ما محرم عليك تحصيل المال، الله أودع فيك حب المال كما أودع في الرجل الرغبة إلى المرأة، وأودع في الأنثى الرغبة إلى الذكر، أودع هذا الشيء. المهم كيف تتصرف مع هذه الرغبة، مع هذه الشهوة، مع هذا الذي أودعه الله فيك. فإذا نحن نحتاج فقط إلى من يقول لنا كيف نحصل على المال، وبأي طريق، كيف نصرف المال، وفي أي مجال، وأن نعرف آفات المال. أقول المال في آفات مثل أي شيء ثاني، لأن هذه الدنيا هي دنيا وليست آخرة، فخيرها مختلط بشرها. أنت مثلا يوم اللي عندك فر السيارة، فأي لحظة تطلع بهاي السيارة ما يحتاج تتعطل على التاكسي ولا أن تصرف على صاحب التاكسي، المفتاح بيدك تجي تقعد بالسيارة وتمشي. لكن بمقدار ما تحصل على بعض المغانم من سيارتك أيضا عليك بعض الأمور. السيارة إذا صارت خراب أنت لازم تصلحها، لا سمح الله إذا دعمت أنت المتورط فيها، تحتاج إلى باركينج إذا وصلت إلى مكان وتريد تروح على شغلك. بينما يوم اللي تركب سيارة تاكسي كل هذه الأشياء ما عندك مشكلة فيها. يعني كل نعمة إلى جانبها بعض الآفات وبعض المشاكل. عندك شجرة في البيت تعطي تمر، نخلة، هاي النخلة لازم تفلح إلها، لازم تسقيها، لازم تتعهدها، لازم تغامر وتصعد عليها حتى تجيب التمر، وأحيانا بعض هؤلاء الفلاحين يسقطون ويموتون. بالنتيجة أي شيء في إلى آفات. المال أيضا فيه آفات. يعني شهوة الجنس عند الرجل شيء جعله الله في الرجال، لكن طريقة صرفه ومن ثم التعامل مع هذه الشهوة لازم يكون تعامل صحيح، وإلا تكون أنت في مشكلة. كذلك مسألة المال، المجتمع السليم إذن يحتاج إلى المال، لأنه يحتاج إليه في نظامه التربوي ونظامه الاجتماعي ونظامه الاقتصادي ونظامه الصحي وفيما يرتبط بكل أموره. هنالك في الدنيا عندنا ثلاثة أنواع من الأنظمة فيما يرتبط بالمال على المستوى الكبير، ده نتكلم مو على مستوى شخصي، لأن المال يرتبط بالإنسان كشخص
بالعائلة كعائلة، بالتجمعات كتجمعات، بالمدن بالدول، وبالبشرية جمعاء. عندنا ثلاثة أنواع من الأنظمة: النظام الاشتراكي اللي كان قائما في بعض الدول سابقا في الاتحاد السوفيتي، والآن قائم في الصين أو عما، وفي كوريا الشمالية وبعض البلدان الأخرى. النظام الاشتراكي ما الذي يقول؟ يقول لا نعطي للناس حرية جمع المال بالمقدار الذي يريدون أبدا. إحنا المال كله نطيب يد الدولة، الدولة تقسم على الناس. عندهم فرد عبارة يقولون من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته. أنت كشاب إيش قد تقدر تشتغل؟ روح اشتغل، إحنا نأمن لك حاجاتك، بيتك إحنا نأمنه، وسيلة التنقل إحنا نأمنها إليك، قضايا صرفك، حاجاتك، طعامك، لباسك، مسكنك، كل هذه إحنا نأمنها. من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته، هذا النظام الاشتراكي. ومن ثم يقولون ما في حاجة أن الإنسان يملك هذا البيت، الدولة تعطيك، يعني إلا هذا يكون مسجل باسمك، ما مسجل باسمك، بالنتيجة تعيش في هذا البيت، ولا يوم من الأيام إحنا راح نطردك. لازم هذه السيارة تكون مسجلة باسمك، هاي السيارة توديك وتجيبك، هذا القطار يوديك يجيبك، هاي الطيارة توديك تجيبك، حسب حاجاتك، زيادة ما عندنا لكن حسب الحاجة نعطيك. وادعى ماركس صاحب كتاب رأس المال وهو المنظر لهذه النظرية، ادعى بأن الملكية الفردية هي غريزة مكتسبة مو غريزة في داخل الإنسان. الإنسان لما يجي للدنيا ما يريد يملك شيء، لكن فيما بعد يوم اللي يصير تنافس، سيارتي وسيارتك وبيتي وبيتك وزوجتي وزوجتك ومالك ومالي ولا آخري، وإلا هذه الغريزة ما موجودة. هذا نظام. في نظام ثاني رأس مالي يقول نعطي للناس حق أن يجمعوا ما يريدون، وما دام هو ملك له يحتكر، يحتكر المال، هو الذي اكتسبه خليه يحتكر خير إن شاء الله، ولذلك يصير مليونير بعدين يصير ملياردير. واليوم بيتحدثون عن من سيكون أول شخص يملك 1,000,000,000,000 دولار. من راح يكون هذا الشخص؟ إلى الآن عندنا 100,000,000,000، لكن هل يصل أحد إلى أن يملك 1,000,000,000,000؟ يعني تريليون. عندنا مديونير، بعدين عندنا مليونير، بعدين عندنا ملياردير، بعدين تلريارديير. من راح يكون؟ هل نصل إلى؟ نعم، ما دام الاحتكار وارد، وما دام هذه الثروة عند هذا الشخص 100,000,000,000، هاي 100,000,000,000 يقدر يبني بها مدن بأكملها، ومن ثم يربح من وراه 100,000,000,000 200,000,000,000، 200,000,000,000 400، وهكذا بأرقام فلكية يملك ما يملك. هذا النظام الرأسمالي. نعم يأخذون ضرائب لقضاء بعض الحاجات العامة، فتح الطرقات، الشوارع، تنظيف البيوت، تنظيف الشوارع إلى آخره. في نظام ثالث وهو النظام الذي يقول ضمن حدود معينة فليكسب الناس الحلال. هذه الحدود من حيث الكسب لابد أن يكون من حلال، من حيث الصرف لابد أن يكون واجب، يعني تكسب من الحلال وتصرف في الواجب الذي عليك. الحقوق الشرعية تدفعها 20% الخمس، 2.5% الزكاة، إضافة إلى قوله تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. لازم أنت تدفع بنسب معينة، بنسب معينة تدفع من أموالك. قضية أن كسب المال أو جمع المال أو تحصيل المال هذه مو غريزة حقيقية وإنما مكتسبة، هذه قضية ثبت أنها غير صحيحة. الطفل الصغير سنة أولى في المدرسة يقول هذا قلمي، دفتري، جنطتي. شلون أنت تقول الملكية الفردية مو غريزة في الإنسان منذ ولادته وإنما هي غريزة مكتسبة؟ والدليل على ذلك ما حدث في الاتحاد السوفيتي
حيث انهار هذا النظام والناس ارتاحوا من ذلك. ليش ارتاحوا؟ مع أنه حاجاتهم كانت مؤمنة، يعني بمقدار البيت، بمقدار النظام الصحي لجميع الناس، بمقدار وسائل النقل، كلها كانت مؤمنة لجميع الناس. ماكو واحد كان ينام بالشارع. في الهند في 100 مليون ناس ينامون بالشوارع، ونظام الهند نظام رأسمالي مو نظام اشتراكي. 100 مليون ينامون بالشوارع، لكن في الاتحاد السوفيتي ولا واحد كان ينام بالشارع. ليش الناس ما كانوا مرتاحين؟ لأن في غريزة الإنسان، في داخل الإنسان غريزة حب التملك، تشعر أن هذا لك، ولو قطعة أرض في صحراء نيفادا، صحراء قاحلة في الربع الخالي. أجى فرد واحد قال نقدر نشتري لك 100 متر مربع بدولارين تدفع فورا، شو راح أسوي فيه؟ هيك. لكن تشبع هذه الغريزة، هذه الحاجة النفسية، أنه أنا عندي أرض، أنا عندي بيت، هاي سيارتي، هذا قلمي. هذول المليارديرية هذول هواي عندهم في البنوك، فقط شعور ممكن ما يشوف الأموال اللي عنده. يعني صور واحد يصير مليونير أو ملياردير، راح يشوف الأموال؟ ما يشوف، هي مجرد أصفار تزداد في الورقة اللي تجي من البنك كل شهر أو كل سنة في الستيتمنت، كم صفر زيدوا عليه. لكن شعور بأنه يملك المال عنده مهم، يشعر بنوع من أنواع السعادة لأنها غريزة حقيقية. بس هاي الغريزة لازم نعرف كيف نتصرف معها. فإذا النظام الصحيح هو أن نسمح للناس بأن يتنافسوا في جمع المال، لكن بالطريقة الصحيحة مبربة. ليش عندنا آية شديدة في قضية الربا؟ لأن الذي يملك الأموال ولا يحولها إلى زراعة وبناء وتأسيس مؤسسات ومصانع ومعامل ومنتوجات، المال قلنا لا يمكن أن يلبس مباشرة، ولا أن يؤكل، ولا أن يدافع به، ولا أن يسكن فيه. لكن مطلوب هذا المال من صرفه، من حوله إلى هدف، يبقى وسيلة. الله يحرم الربا لكن يقول تنافسوا في الزراعة، في جمع المال من خلال الزراعة، من خلال الصناعة، من خلال البناء وما شابه ذلك. ربنا يقول وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، لأن رب العالمين حدد لك نصيب، وحدد لكل فرد في هذه الحياة بيتا نطيحا في عالم الغيب، لك حق في بيت ملك، ووسيلة نقلية ملك، وكرجل زوجة، وكزوجة زوج، وما تأكل وما تشرب وما تلبس. من سعادة المرء الدار الوسيعة، والدابة السريعة، والزوجة المطيعة. الدابة السريعة اليوم شو تصير؟ نوع من السيارات أسرع شيء، لامبرجيني مثلا، أسرع الأشياء من سعادة دابة سريع. يوم من الأيام حصان سريع، جمل سريع، يوم سيارة سريع. طبعا ما أقصد هذه السيارة، مجرد كان مسح. المهم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. لكن هذا المال يجب أن تملكه لا أن يملكك، تتحكم به. يعني المال يكون تحت سيطرة العقل، مو العقل يكون تحت سيطرة المال. كم من هوى أمير، كم من عقل أسير تحت هوى أمير. العقل لازم يكون حاكم مو محكوم. المال يجب أن تكون تملكه لا أن يملكك. لذلك المطلوب الكرم والبخل حرام. الكرم مطلوب، حد الأدنى للإنسان اللي يريد يفتخر بإنسانيته للمؤمن أن يكون كريم، هذا الحد الأدنى. طبعا فوق الكرم شنو؟ إيثار، جود، عفوا. الكرم أن تعطي من يسأل، الجود أن تعطي من لا يسأل. فوق الجود الإيثار، تحتاج وتعطي، مع أنك أنت تحتاج بس تعطي لغيرك، تؤثره على نفسك. فوق الإيثار مواساة، أن تعطي
لمواساتهم مع غيرك، مع الذي يحتاج مثلا مواساة. حد الأدنى على كل حال هو الكرم. الكرم شنو تأثيره على الإنسان، شنو تأثيره على المجتمع؟ قبل ما نبين هذه الإجابة نبين نقولها في قضية مهمة. شوفوا كل صفة حسنة في الإنسان لها ثلاثة أنواع من التأثير: على نفسه، على من حوله، وتأثير أخروي. يعني علاقتك بالمال لها ربط بعلاقتك مع نفسك وعلاقتك مع الناس وعلاقتك بالله. علاقتك بهذه الأطراف الثلاثة تتحدد من خلال علاقتك بالمال. أنت إنسان، ما يصير تكون إنسان وتشوف غيرك يحتاج وأنت عندك ومتعطيه. فلكي تحقق إنسانيتك لابد أن تكون كريما. فإذا كنت كريما تعيش حالة من السعادة لأنه تمارس إنسانيتك. وتأثير المال أيضا، يعني الصفة الحسنة وهو الكرم، على الناس. الناس راح يحبوك، والناس تقضى حوائجهم عن طريقك، ورب العالمين يعطيك الأجر والثواب، بينما البخل عار. بخل عار، عجيب البخل. في كل الشعوب عندهم أشياء عار عليهم، يعني يتبرؤون منه. الآن لو قيل أن جد فلان كان هواي عنده أملاك بس بخيل، حتى هو يتبرأ من جد، أنه جد لكن يتبرأ من عنده. التقيت بواحد كان يحكي على ملك بلاده، قلت له أنت ليش تحكي؟ قال الحقيقة هذا بخيل، مع أنه يملك الملايين. يوم من الأيام رحت له في حاجة معينة بعد أن صرفت يوم كامل من عمري وتعطيلات، وقفنا وقعدنا وإلى أن أجا وكذا، قدمت له ورقة بيّنت حاجتي. قال فأمر لي بريالين، سقط من عيني. ملك يسقط في أعين الناس إذا كان بخيلا، زعيم يسقط إذا كان بخيلا، عالم يسقط إذا كان بخيلا. البخل عار. عاصرت رجل اسمه عبد الله، هذا الرجل سمي عند الناس بالشاري الشر، اللي يشتري شر. هذا قتل على يد أحد المديونين إليه، فالواحد قصاب مديون إليه بالربا، كان معطيه مقدار من القرض يومية جاي عليه، ويومية مسوي له فالمشكلة وياه بالسوق. هذا هم يوم من الأيام شال الساطور ونزل على رأسه وقتله. يوم اللي قتله تبينت أموره، هذا منه، هذا شنو. تبين 80 فرع بنك، 80 فرع من فروع البنك كانت تمشي على أمواله. وأنه مرة من المرات دخل في أحد البنوك وأحد الموظفين أهانه، فقال أنا كل أموالي أريد أطلعها. فرئيس البنك الأعلى إجا ويعتذر من عنده ويبوس إيده حتى ما يطلع فلوسه، حتى البنك ما يتفلس. وكان يعيش في بيت بلا كهرباء، ولم يتزوج في حياته، وبلا ماء، كان يطلع برا يشرب الماء حتى ما يصرف. كان عنده أقرباء قريبين، مات ملياردير، ولا واحد من أقربائه ذهبوا إلى الدولة لكي يقولوا إحنا الورثة مالته. قالوا هذا عار بالنسبة لي، نخاف باكر أسمائنا تطلع في الجرائد أن أقرباء هذا الرجل البخيل هم هؤلاء. المنصور العباسي وهو خليفة كان يحكم 70 دولة من الدول في ذلك الوقت، إلى الآن الناس يتكلمون عليه لأنه كان بخيلا. يسمى المنصور الدوانيقي لأنه دانق، لأن الدينار ينقسم، الدرهم ينقسم، الدانق أقل قسمة كانت في ذاك الوقت مثل الفلس بالنسبة للدينار. هذا عطاءاته ما كانت بالدنانير، عطاءاته كانت بالدوانق، ولذلك سمي بالدوانيقي. بينما الأئمة سلام الله عليهم معروف عنهم أنهم إذا أعطوا أغنوا. تدري يعني شنو أغنوا؟ يعني هذا الرجل اللي كان يحصل شيء من الإمام بعد ما كان يحتاج إلى شيء، كان يصير غني في حياته، يعني يأمن بيته، مسكنه، ملبسه، مأكله، يأمنه من خلال عطاءته. يوم من الأيام صار مريض هذا منصور، فطلب أفضل الأطباء فجاءه وأنقذه من موت محتم،
فأعطاه قرص من الخبز، قرص واحد، هذا معلق في صدره يمشي بالشوارع يسأله شنو هذا القرص؟ قال والله أنا أنقذت من الموت، أعطاني قرص. يوم اللي وصل خبر الله منصور أن هذا هكذا يفعل، طلبه أجب القصر، قال الحقيقة أعطيناك زيادة، فأخذ من عنده 3/4 وطاربع من نفس القرص. ويوم الأيام طلب من أحدهم أنه أريدك من كان قريب الأذان، من أول ما يأذن المؤذن إلى أن يخلص الأذان تسوي لي فرد باب بشكل سري قبل ما أدخل على المسجد أشوف كم واحد جاي إلى المسجد في خلال هاي الفترة كلها. هذا النجار همات وضع كل طاقته خلص هذا الباب خلال هذه الفترة من الزمن، فأعطاه درهمين. هسه في الكتب يكتبون عنه ينزلون عليه البخل عار على الشخص وعار على عائلته وعار على عشيرته. وبعد البخل هو سبب كثير من الشرور، ومنها ما يرتبط به يوم القيامة اللي عندنا آيات وعندنا روايات. الإمام علي عنده كلمة جميلة يقول: عجبت للبخيل. ليش الإنسان بخيل؟ لأن يخاف من الفقر، يخاف باكر ما يكون عنده فلوس ومن ثم يحتاج وما يقدر يقضي حاجته. أولا هذا معناه ما عنده شيء اسمه التوكل على الله. الإنسان الفقير الذي من قلة ينفق، يعني هو مقتر مع ذلك ينفق، لا تستحي من إعطاء القليل فإن الحرمان أقل منه، مع أنه ما عنده مع ذلك مقدار اللي عنده ينفق، هذا توكل على الله كبير. لكن اللي ما عنده مال وما ينفق، ليش ما ينفق؟ لأنه يخاف من الفقر. يقول: عجبت من الفقير، استعجل الفقر الذي منه هرب. يعيش فقير خوفا من أنه يكون فقير، عم يعيش غني أكل أشرب. إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى عليه آثاره. وسع على نفسك، وسع على عيالك. وغالبا ما ذول البخلاء يخفون ثروتهم. شوف ربنا يقول إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. البخيل هو يخجل من أن يبين بخله، هو ما يقول أنا بخيل، يقول ما عندي، فش يسوي؟ يستر، يكتم ما آتاه الله من فضله. بعدين الله هم يهدد: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هذا كافر، مو كافر في العقيدة، كافر في العمل، كفر بالنعمة. الله أعطاك وبعدين قال لك أعطي، سبحان الله. أول شيء الله يعطي بعدين يقول أعطي. الله عز وجل من أهم صفاته الكرم والجود، لولا أنه كان كريم ما خلق الخلق، لأنه ما خلقنا من قلة حتى يكثر بنا، ولا من وحش حتى يستأنس بنا، ولا من ضعف حتى يتقوى بنا، لكن كان يريد يعطي. يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرف، تحننا منه ورحمة. فإذا البخيل شنو شغله؟ فالمثل أكو حلو يقول: البخيل يعيش فقير يموت غني. يعني يوم اللي يموت تطلع ثروته، يوم اللي عايش عايش فقر. عم يعيش وانت في هذه الحياة عيش عيشة حسنة وعيش عيشة سليمة. إضافة إلى ذلك، عادة البخيل بماله كريم بعرضه، يعني هو ماله ما يصرفه بس يصرف عرضه، يصرف سمعته. والبخيل بماله لا ينفق في طاعة الله، من لم ينفق في طاعة الله أنفق مثله في معصية الله. ولذلك أولاد الأغنياء مبذرين، أولاد البخلاء عفوا، أولاد البخلاء الأغنياء مبذرين. الغرم عليه والغنيمة لأولاده، يجي الولد لا تعبان لا شيء، حصل لملايين يصرفها بلا حساب، وهو المحاسب الأب في يوم القيامة. والروايات هنا في الحقيقة كثيرة، نكتفي بهذا المقدار إلى الليلة القادمة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.